يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء 21 من سلسلة حتى يتبين لهم أنه الحق، حيث نعيش أيها الأحبة في كل لقاء مع حقيقة علمية تتجلى في رحاب هذا الكون، ونكتشف كيف أن القرآن قد أشار إلى هذه الحقائق المكتشفة حديثا بشكل مذهل. ففي اللقاءات السابقة تناولنا العديد من المواضيع الكونية وفي مجال علوم الأرض والبحار وغير ذلك، ولكن دعونا اليوم نعود لبداية خلق الكون. كيف كان الكون في بداية خلقه، وكيف نشأ، وكيف تطور، وهل لا زال الفلاسفة القدماء عندما كانوا يقولون إن الكون أزلي، هل هذا الرأي لا زال صحيحا، أم أن هناك حقائق علمية تثبت عكس ذلك؟ نحن نعلم أيها الأحبة، عندما بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي، كان علم الفلك علما بدائيا، حيث كان الناس ينظرون إلى الكون على أنه كون ثابت، وجد هكذا وسيبقى هكذا. الكرة الأرضية كانت عبارة عن أرض مسطحة في نظر العلماء في ذلك الوقت، وكانوا يعتقدون أن هذه الأرض هي مركز الكون، محاطة بالبحار من كل جانب، وليس لها حدود، ليس لها نهاية، والشمس تدور أو تطلع من الشرق وتغرب من الغرب، النجوم كذلك. هذه نظرة الناس إلى الكون في ذلك الوقت، ولكن القرآن الكريم أخبرنا عن بداية خلق الكون في آية رائعة في سورة الأنبياء. الله عز وجل خاطب أولئك المشككين، أولئك الكفار، ماذا قال لهم؟ قال سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه آية عظيمة أيها الأحبة، تخبرنا بأن للكون بداية. فالله عز وجل يقول ويخاطب الملحدين: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، أي الكون، يعني في لغة العلم ما نطلق عليه اسم الكون هو السماء والأرض. الأرض بما تحويه من جبال وبحار ومحيطات وبشر وكل شيء على الأرض، والسماء بما فيها الغلاف الجوي والمجموعة الشمسية والكواكب والمجرات والنجوم والدخان الكوني وكل هذا ضمن السماء. إذن كل هذا الكون كان في لحظة ما رتقا، ومعنى كلمة رتقا في اللغة أي سدا أو شيء متصل ببعضه، أي كتلة واحدة، ثم انفصلت أجزاء هذه الكتلة، كانتا رتقا ففتقناهما. انظروا، كلمة الرتق والفتق تستخدم مع القماش أو النسيج، غالبا ما يعني يستخدم العرب هذه الكلمة للتعبير عن الثوب، الرتق والفتق، وهما كلمتان متعاكستان. طبعا الحقيقة أيها الأحبة، في أحدث بحث علمي يقولون إن الكون كان كتلة واحدة، ثم بدأت النجوم والمجرات والكواكب وكل شيء نراه بما فيه الأرض والبشر، بدأت هذه المخلوقات بالتشكل، وطريقة خلق هذه الكائنات وهذه الأجرام السماوية تمت بشكل يشبه تباعد خيوط النسيج. لذلك عندما درس العلماء كوننا
درسوا المجرات في أضخم عملية قاموا بها على الكمبيوتر مؤخرا في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، أثبتوا أن المجرات في الكون تتوزع على خيوط تمتد لملايين السنوات الضوئية. وهذه الخيوط أيها الأحبة عبارة عن مجرات، مادة الخيوط هي المجرات. فأثبتوا أن كوننا يشبه القماش المنسوج أو نسيج العنكبوت، لذلك أطلقوا اسم النسيج الكوني على هذا الكون. فأخيرا تمكن العلماء أيها الأحبة من إثبات أن الكون كان كتلة واحدة، وتباعدت هذه الأجزاء عن بعضها وبدأت بالتخلق والتشكل في عمليات فيزيائية معقدة، طبعا تطورت عبر مليارات السنين، ليس ملايين بل مليارات، يعني آلاف الملايين من السنوات مرت على تشكل هذا الكون. وبالتالي هنا لابد أن نقف عند هذه الآية الكريمة ونتساءل، كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي بأن كوننا كان كتلة واحدة رتقا، وأن طريقة تشكل الكون كانت بشكل خيوط نسيجية كما قال تعالى: والسماء ذات الحبك. انظروا معي أيها الأحبة، تعابير القرآن دقيقة جدا. والسماء ذات الحبك أي النسيج المحكم المترابط المتعدد. الكون أيها الأحبة فيه أكثر من 100,000,000,000 مجرة، وكل مجرة فيها أكثر من 100,000,000,000 نجم، وكل نجم يمكن أن يكون مثل شمسنا وربما أكبر منها وربما أصغر منها، ويحوي أيضا مليارات الكواكب، وربما يكون هناك في الكون كما في بحث حديث أكثر من 17 مليار كوكب شبيه بالأرض. انظروا يعني هذه الإحصائيات التي قام بها العلماء مؤخرا، لذلك قالوا لابد أن توجد الحياة أيضا في هذه الكواكب. والله تعالى قال في آية عظيمة: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. انظروا إلى هذا التعبير، وما بث فيهما أي في السماء والأرض، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. بالفعل أيها الأحبة ثبت أن الكون يحوي مخلوقات وحياة أخرى، وهذا ما سنتحدث عنه في لقاء قادم إن شاء الله. المهم أيها الأحبة، نستطيع أن نقول إن القرآن الكريم هو أول كتاب يوثق بداية خلق الكون. في ذلك الزمن، زمن نزول القرآن، لم يكن أحد يعلم شيئا عن هذه الحقائق، بل حتى المشككين وقتها والكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعترضوا على هذه الآيات. كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، ويقولون مجنون، واتهموه بالكثير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سرق هذه المعلومات من غيره. اليوم أيها الأحبة، هذه الاكتشافات التي نراها اليوم تكشف لنا كذب هؤلاء المشككين. فاكتشاف بداية خلق الكون أو ما يطلق عليه الانفجار الكبير، وطبعا ليس هناك انفجار، هي نظرية اسمها الانفجار الكبير بيج بانج، ولكن ثبت أنه ليس هناك انفجار، بل هناك عملية خلق منظمة بدأت من كتلة واحدة صغيرة جدا، وبدأت هناك يعني الإلكترونات والبروتونات والجسيمات الأولية بالتشكل، وبدأت الذرات، ذرات الهيدروجين وغيرها بالتشكل، وهكذا شكلت النجوم والمجرات وغيرها، عمليات معقدة جدا سار وفقها الكون عبر ملايين السنين حتى أخذ شكله الذي نراه عليه اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة، لو طرحنا سؤالا على كل من يشك بهذا القرآن، من أين جاء بهذه المعلومة؟ من أين جاء بحقيقة الرتق والفتق؟ من أين جاء بها؟
لا يوجد، ليس هناك مخطوطات ذكرت هذه الحقيقة الكونية، وليس هناك كتب ذكرت مثل هذه الحقائق. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا العلم من عند الله تبارك وتعالى. وفي بحث حديث جدا، أحد علماء ألمانيا أيها الأحبة، وهو بول ميلر، ماذا يقول بالحرف الواحد؟ أصدروا هو ومجموعة من الباحثين، أصدروا بحثا بعنوان كيف حبكت، انظروا معي، كلمة ويف باللغة الإنجليزية حبكة حرفيا، كيف حبكت الخيوط في النسيج الكوني القديم، كيف حبكت. يقول في هذا البحث أيها الأحبة: إننا لا نكاد نشك أننا بدأنا نرى خيطا كونيا أو خيوطا كونية في بداية الكون المبكر. انظروا إلى هذا التعبير، يقولون إننا نرى الآن في أبحاثهم الصادرة حديثا أنهم بدأوا يرون هذه الخيوط المنسوجة. والله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أيها الأحبة، عند هذا الحديث نتوقف ونتابع إن شاء الله في لقاء قادم لنتعرف على بدايات خلق الكون وتوسعه، وكيف أن الحقائق العلمية تأتي مطابقة 100% لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا يشهد على أنه كتاب من عند الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.